الأخبار يورو 2016 وفرنسا تفوز على رومانيا في المباراة الافتتاحية ليورو 2016. حقق المنتخب الفرنسي فوزا صعبا على نظيره الروماني في افتتاح بطولة يورو 2016 بهدفين مقابل هدف على ملعب سان داني ضمن مباريات المجموعة الأولى من المسابقة. تقدمت فرنسا عن طريق أوليفييه جيرو في الدقيقة 58 من رأسية رائعة قبل أن يتعادل بوغدان ستانكو لرومانيا في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، ثم سجل ديماتري بايات هدف الفوز لفرنسا من تسديدة متقنة في الدقيقة 89. وكان الرئيس الفرنسي ومسؤولين من الاتحادين الأوروبي والفرنسي وأكثر من 80,000 متفرج قد شهدوا حفل افتتاح البطولة التي تستضيفها فرنسا في الفترة من 10 يونيو وحتى 10 يوليو المقبل تحت شعار مرحبا بكم في فرنسا. وبايي يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة فرنسا ورومانيا. حصل ديماتري بايي لاعب المنتخب الفرنسي على لقب أفضل لاعب في مباراة فرنسا ورومانيا بعدما قاد منتخب بلاده للفوز. وكان بايي نجم اللقاء بجدارة بعدما صنع هدف فرنسا الأول لجيرو وأحرز هدف الفوز بتسديدة رائعة في الدقيقة الأخيرة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يفوز فيها البلد المضيف خلال افتتاح البطولة منذ 16 عام، حيث يعود آخر فوز لمنتخب مستضيف في الافتتاح عندما فاز بلجيكا على السويد 2-1 في يورو 2000. وإلى مواجهات اليوم في يورو 2016، سويسرا تواجه ألبانيا وويلز أمام سلوفاكيا وإنجلترا تتحدى روسيا. تقام اليوم 3 مباريات في اليوم التالي من بطولة أمم أوروبا المقامة في فرنسا، حيث يستهل المنتخب الإنجليزي مسيرته في كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 في 9 مساء اليوم بمواجهة نظيره الروسي المجموعة الثانية التي تشهد أيضا لقاء ويلز وسلوفاكيا في 6 مساء، فيما يواجه منتخب سويسرا نظير ألبانيا في 3 عصرا اليوم في المجموعة الأولى التي تضم فرنسا ورومانيا الذين افتتحا البطولة مساء أمس. ومدرب ألبانيا يستلهم روح ليستر سيتي أمام سويسرا. يأمل الإيطالي جوفاني دي بياسي مدرب منتخب ألبانيا أن يكرر ما فعله ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بتحقيق المستحيل بعدما رفض فكرة أن فريقه ضعيف عندما يلتقي سويسرا في المجموعة الأولى لبطولة أمم أوروبا اليوم السبت. ويميل البعض لتصوير الفريق الألباني بأنه لقمة سائغة في المجموعة، وهو ما يسعى المنتخب الألباني أن يتجاوز ويحقق المفاجأة في هذه المجموعة والصعود للدور التالي من البطولة. ودلبوسكي يؤكد دعمه الكامل لدخية مع المنتخب الإسباني. دفع لدلبوسكي المدير الفني للمنتخب الإسباني عن حارس مرماه ديفيد دخية وحارس المان يونايتد الإنجليزي بعد الأنباء التي تحدثت عن تورطه في قضية غير أخلاقية بالتعدي على فتاة قاصر في عام 2012. وقال دلبوسكي لصحيفة ماركا الإسبانية إنه يدعم دخية وبقوة، وأضاف إنه عقد جلسة مع اللاعب بعدما تردد هذا الأمر، لكن اللاعب أكد له أنه لم يفعل شيئا مما قيل في وسائل الإعلام. وعن إمكانية طرده من المنتخب بعد هذه القضية قال دلبوسكي: نحن لسنا قضاة.